گوندی القوش کفناره لسردست گنجه که جنو چداریه القوش و حاتیه چه کرن کلتور دوری بگشتی وی نو چداریه القوش بطیبتی تیده پارستیه بردوام کار لسر پیش ایخستنه وی گوندی دکت جهه که گشتیاری برانبر خلکه وکت دانی اسمرو هنرمنده جه دایگ بوی 1985 جانه به فرو گرنگ زانی کلتور بابو کالان بهیت پاراستن الفنان دانی اسمرو من مواليد القوش از هنرمند دانی اسمرو ما جه القوشم و جه دایگ بوی 1985 جانه لی القوش دجیم و لی القوش مزن بوی ما سپاس با خودی اس حجی کری اردی بابو کالان بوم جبر هندی حجی کرنا من هزرا درست کرنا القوشا کفنار جبو من درست کریا القوشا بری زیدتر جی 2000 سالان من درست کریا لسر رخین چیای القوش اف مالو کفرین هین دبینن ایک جی لفیرین نبو كانت بهذا المكان على سفح جبل القوش يعني بهذا المكان كانت دمامروف سردانا نافا في قندي ديكت هست بيتكت كود نافا قندكي كفناري بابو كالاندا ديجيت 18-19 بديت بالمشروع لأيكي نه 2018 من دست في بروجي كير من كنيسكو 22 مالو بيدكه آفيجيو جهن جانورانجي چيكرن وجمعت الأشياء القديمة من سبارت كوم كرنا تشتين كفنار هندك جي القوش وهندك جي قندين دوروبر وهندك تشت حنا ما جموسلو دهوك كرينا افتشتين كالتورينا من دهوك وجبناها هاي الأشياء التراثية اللي تشوفوها عملت البناء كبناء البيوت ماوي دو مهاندا درست كرنا مالان من بدوما هيكينا جبت عمال كريكار وهوستا من اينان وهطا بشفو روش من كاردكر لشاري يازدا لسالة 2018 دا چه كرنا مالان بدوما هيكات وتنهاجي دا اسكار لسر چاندنا داراندكم لازلت لحد هذا اليوم أنا أضيف كزراعة الأشجار يعني حزام أغذر أسد أسوي دي قلق تشتين دي زيدكم جبو ديمانين جوانتر أم دي بردوان بن نهاجي دا مسياجك دانايا جبر جيانا وران نحافظ على الطبيعة مالتها لا يدخلون الحيوانات البرية لا يدخلون هنا لا داكو تشتين كفنار بباريزين أوين جبابو كالان بومامعين من أبائنا وأجدادنا القدامى. وجهك جشتياري برامبر خلكي وقت جبوديتنا شوازي جيانا روجانيا كفنار أمرازين جيانا روجانيا بري همو برهمي كاري دستي بوينة وك دي ديمانان دا خويادكت جمعت هاي الأشياء أكو ناس كثير يعني قالك خلقي وقدياري أفتشت بيشكيشي ماكرينة من قالك تشت إناينو بردوامم لسر قريانا تشتين كالتوري لحد هذا اليوم يعني أنا ما زلت أبحث عن الأشياء القديمة وأكو عندك تشت نينن أس لدف دارتاشانو آسنگران چيدكم وهنده كان جي جهن تايبت منت ذكرن للأشياء التراثية والانتيكات يعني أكو بدهوك وأكو بالموصل زوار ده يجونا من كل أماكن هسه إذا أكو من أبناء شعبنا مني سردان كار جي همو جهان دين قالك جي خلقي دما سردان عراقي دكن بتر ياوان سردان في قندي دكن بيرهاتنين بابو كالان لبيرت إنن هنا موجود كل شيء
موجود عندي من كل أشياء يمكن أفتقد فد يعني لفيري من هموتش بدزبة إناينة البيت هندك تشتين كيم نبن نزيجي چار بين جانا ومن دا خواس كرينة كو بردوامم فان تشتان لزيدة بكمو بدزبة بينام أو هزرو بيرين دنا خيمن دا ملبرة همو يان درست بكم دنافا في قندي دا كالمرسم اللي مخلي ببالي داني ديار دكات كو هطانوها هيج ريخراوكي بشتفاني لينا كيريا. هو المشروع مكلف لحد هذا اليوم مكلف بال 160 ألف دولار هطانوها كجمي بروجي 106 هزار دولار سي چاريكين كجمي جي خير خوازن بويا و چاريكك جي جي جمن بويا نجهكي بيواندي دارو نر خراوكي بهيج رنگكي هاريكاري نكرينا تني خلقي القوش دفري او جدر في ولاتي جين و خلقي دفري مسيحيا اللي خارج الوطن هم يخابرون مرات يقولون عندنا تبرعات نريد نساهم بهذا المشروع. الهدف هو محافظة على التراث وهذا أرمانجي باراستنا كالتوريا وأزد خوازم بيتا باشترينو جوانترين قندي قشتياري لعراقي دمي دي انا فيري بيدفيا بير للروجين بري ينبابو كالان بكن ولازم احنا نعيش من يدخلون هنا يذكرون ايام زمان يقولون هذا فلان شيء فربطنا بين الماضي والحاضر والمستقبل. روجانه جي ريجاكا زورا خلقي سردانا في قندي دكان حتاكو جي باريزجهن بغداو نافراز جي سردانا دكان. بالنسبة لنا هي أول مرة نزور هاي القرية وهاي القوش القديمة، فموجودين احنا بالقوش بس ما مسوين زيارة، فهنا جايبة طالباتي هم انهم كسفرة هم كزيارة حتى اشوفهم معالم القوش القديمة شلون كانت القوش القديمة، اشعر بأيام زمان أيام الطفولة شلون كنا عايشين شلون كانت الكنيسة شلون كانوا الأهل الأجداد. داني لإيكينه لصالة 2008 دست بدرست كرنا في قندي كافنار كريا في قندي دا 22 مالين بشيوازي قندي كافنار درست كرينا دقل بيدا كيجي وتنهاجي دا كار لسر چاندنا داران دكات دناوا في قندي دا درست كرنا في قندي حتى نها بكجمي 106 هزار دولاران تيچويا. غزوان غازي سما تي في ناوچداريا القوش.